بعد الفيديو الاخير اللي عملته بالاشتراك مع قنوات الهاردوير في مصر اللي انا اتكلمت فيه سريعا كده عن اللوجيتك امكس ماستر الماوس اللي انا بعشقه وبستخدمه 24 ساعه في كل الشغل اديت في كل شغل اي حاجه في حياتي بستخدم الماوس ده جالكم ناس كتير قوي عايزين ريفيو تفصيليه للامكس ماستر فبدات اعرفكم دي ريفيو تفصيليه للوجيتك امكس ماستر الفيديو ده بيجي برعاية ابليكيشن ميت اند تريت فكرة ميت اند تريت انك بتدخل تعمل اكاونت على ابليكيشن وبتختار الاهتمامات اللي انت بتحبها حاجة مثلا انا بحب التصوير فبعد ما ادخل انا بحب التصوير هلاقي الايفنتات اللي شبه الاهتمامات اللي انا بحبها بمعنى بسيط انك بتتصاحب على الناس اللي عندها نفس الاهتمامات بتاعتك بالاضافة لكده كمان انت ممكن تعمل ايفنت انت شخصيا وتكتب المواعيد والمكان ومثلا انت رايح تجري مثلا في شارع مش عارف ايه رايح هتصور ايه راح تعمل ايه وتخلي الناس تيجي معاك في الايفنت بتاعك الابلكيشن ده مميز جدا في فكرته وكمان اصحابي في الجامعه هم اللي عاملينه فتاكد انك تنزل تحمله من اللينك اللي هيكون في وصف الفيديو عشان دول اصحابي فعلا والابلكيشن دي فعلا انا متوقع انها تنجح جدا فادخل حبيب الابلكيشن وجربها وانا هبقى استخدم الابلكيشن دي فتره تانية كمان فهتلاقيني هناك ابدا كده قبل ما ابدا في الريفيو الماوس ده بقاله معايا سنه وانا كنت محوش واشتريته بتحويشه شهور كتير فالبتاع ده مش سبونسر مش اي حاجه وانا مبهور جدا بيه وهقعد اقول كلام كويس جدا عن طول الفيديو ما عدا حاجه واحده بس هقولها لكم في النص ولكن ده مش معناه ان هم دافعين لي اي حاجه انا مبهور بالمنتج ده وخلينا نبدا بالانبهار خلينا نقول بس في البدايه ان الماوس ده عملي جدا الماوس ده مش الماوس اللي فيه ماتل اكس جلايد من تحت وشكلها حلو والموبايل بيطلع انوار ار جي بي من كل حته لا خالص الماوس ده ماوس عملي ماوس كبير حجمه كبير لما تسني ايدك عليه ايا كان حجم ايدك هتحس ان الماوس ده معمول لحجم ايدك حجمه مظبوط جدا وكل حته تقريبا في ايدك سواء عقله او صباع بيتساند على الماوس بيكون ليها فانكشن معينه وزرار معين وحركات وجستشرز معينه ممكن تعملها بالماوس ده صباع اللايك بتاعك بيدوس على ثلاث زراير وسكرول لما تيجي تسنده على الماوس والثلاث صوابع دول بيدوسوا على الرايت واللفت كليك والميدل سكرول بالاضافه لزرار زياده كمان في الماوس فوق الميدل سكرول وخليها بقى ناخدهم زرار زرار بالترتيب وكل واحد بيعمل ايه باي ديفولت لو نزلت تطبيق لوجيتك اوبشنز على جهاز البي سي بتاعك او اللابتوب هتقدر تغير كل زرار وهو بيقدر يعمل ايه بالاضافه لكمان انك تقدر تعمل كومباينيشنز ما بين بعض الزراير وحركات بالماوس عشان تعمل حاجات مختلفه كلام معقد وخلينا ناخدهم بالترتيب الحته اللي بتريح فيها صباعك الكبير ده زرار لو ضغطت عليه بيعمل لك سويتش ما بين اخر ابلكيشنز كانت مفتوحه في البي سي او حتى في الماك الزرارين الموجودين فوقيها معمولين للباك والفورورد يعني انت لو دوست على الزرار اللي تحت في صفحه ويب بيج مثلا هيرجعك الصفحه اللي فاتت لو دوست على الزرار اللي فوق بيجيب لك الصفحه اللي انت رجعت منها والصفحه اللي انت كنت فيها في الاول ورجعت بالاضافه لكده كمان في السكرول الافقي اللي انت ممكن تتحرك هوريزونتالي في صفحه يمين وشمال او لو انت مثلا فاتح برنامج مونتاج ممكن تتحرك في التايم لاين يمين وشمال ودي كانت حاجه حلوه جدا وعجباني جدا وكمان ممكن تعمل ادجاست للحركه يعني انت ممكن تخلي لما انت تتحركه سنه بسيطه يطير على الشاشه الشاشه كلها تتحرك كتير او تخليه يتحرك ببطء جدا فانت لو فاتح مثلا تايم لاين بتاديت مزيكا ولا فيديو ولا كده تقدر انت تكون بريسايز جدا وتشوف الفريم باي فريم وتحركهم بالراحه عن طريق هورزونتال سكرول دي كانت حاجه كويسه جدا بالاضافه لكونها سكرول عموديه طبيعيه جدا زي اي ماوس في حاجه اسمها اندلس سكرول موجوده في الماوسز بتاعت لوجيتك فقط والاندلس سكرول دي باختصار انك تقدر انت تعلي وتوطي من السكرول عادي جدا لكن لو حركت السكرول ده بسرعه جامد جدا السكرول مره واحده كده زي ما تقدر تقول بيفك من التروس اللي موجوده جوه الماوس بيقعد يلف كتير كده ما لا نهايه وبصراحه دي من اكتر الفيتشرز اللي بتعجبني في الماوس والزرار اللي تحت سكرول ده بيتحكم اذا كنت عايز تفعل الاندلس سكرول لما انت تحركها جامد مره واحده ولا انت تفعلها على طول وما يكونش فيه زي تروس بتوقفها والفيتشر دي فعلا مش هتدرك اهميتها غير لما تجربها وبعد كده تروح تاني الماوس تاني ما فيهوش الفيتشر بتاع الاندلس سكرول هتحس بقد ايه الاندلس سكرول دي تبقى مفيده جدا حتى في التصفح في الايديتنج في اي حاجه عامه هتحس الاندلس سكرول ده مفيد جدا بالنسبه لك دي المهام الطبيعيه اللي الماوس ده بيعملها اول ما تطلعه من العلبه ولكن انا مغير بعض المهام الهوريزونتال سكرول ده انا عامله للتحكم في سطوع الشاشه يعليها ويوطيها الزرار الجانبي اللي تحت انا عامل جستشر معينه فيه انك تدوس عليه وتفضل دايس وتحرك الماوس لفوق او لتحت فيعلي او يوطي الصوت
لو انت دوست وفضلت دايس وحركت الماوس. وبالنسبه للزرار الجانبي اللي فوق بيعمل شو ديسكتوب، وعمل كمان جستشر فيه انك لو دوست عليه وفضلت دايس وحركت لفوق يفتح المنيو بتاعه الستار. بالاضافه لكده كمان، وده سر محدش يعرفه، ان انا مخلي الزرار اللي انت تسند عليه ايدك لو انت دوست عليه وسحبته لتحت بيعمل سليب للكمبيوتر. وصراحه كل دي فيتشرز لطيفه جدا. وكمان على الماك بيكون في جستشرز مختلفه للريسنت ابلكيشنز والتنقل منهم، وكل فيتشرز انت بتعملها بالتاتش باد بالاربع وخمس صوابع في الماك ممكن تعملها عن طريق الجستشر باد اللي انت بتدوس عليها وتحرك بالظبط زي الجستشر بتاعت الماك. الزرار دي كلها ممتازه والجستشرز ممتازه وكل الحاجات دي ممتازه، ولكن العيب الاكبر في الماوس ده وهو ان الماوس ده ما ينفعش شخص اشول يستخدمه، عشان هتضيع الفيتشر بتاعت كل الحاجات اللي على الشمال، عشان مش هتعرف تدوس بصبعك الصغير على الزرار اللي تحت. الزرار اللي تحت ده محتاج شويه قوه من صبعك الكبير والتحكم، كل الحاجات دي هتبقى مستحيله انك تستخدمها لو انت شخص اشول. لكن لو انت ايمن الماوس ده ليك، اشول صعب قوي قوي تستخدم الماوس. في طريقتين انك توصل لوجيتك امكس ماستر بالكمبيوتر بتاعك. الطريقه الاولانيه عن طريق اليو اس بي الصغيره اللي بتيجي مع الماوس، ممكن تحطها في الجهاز الكمبيوتر وتستخدم ماوس عادي، وبعد كده تدوس زرار الكونكت في الماوس وتوصلها بالماوس. الاختيار الثاني ان لو الجهاز بتاعك فيه بلوتوث بلت ان، زي مثلا اللابتوبس معظمها بيكون فيها بلوتوث، ممكن توصل الماوس دايركتلي ببلوتوث اللابتوب. ومن استخدامي بلوتوث 4.0 اللي هو موجود في الماوس ده وموجود في اللابتوب اللي عندي، قدرت ابعد عن اللابتوب 25 متر والماوس كان شغال كويس جدا. تقريبا الرينج ده ما شفتوش في اي جهاز بلوتوث استخدمته لغايه النهارده. على سماعات وايرلس غاليه جدا استخدمتها كان الرينج بتاعها حوالي 15 متر، الرينج بتاع الماوس ده كان 25 متر مرتاح. برضه الحاجات المميزه جدا في الماوس ده ان هو بيشتغل تقريبا على كل انواع الاسطح، سواء ازاز سواء خشب سواء رجلك سواء اي حاجه الماوس ده بيشتغل تقريبا عليها ومن غير اي مشاكل. ولكن الفيتشر الاقوى في الماوس ده بصراحه دي الحاجه فعلا، انك لو عندك كذا كمبيوتر او عندك لابتوب وبي سي وكمبيوتر تالت او عندك موبايل بيدعم الماوس او ايا كان استخدامك، لو انت بتستخدم كذا جهاز هو زرار تحت بيتنقل ما بين جهاز واحد وجهاز اتنين وجهاز تالت. طب ايه المميز يعني؟ طب انا ممكن اقفل بلوتوث في الجهاز الاولاني وبعد كده الماوس اوتوماتيكلي هيكونكت للجهاز التاني. ده يختلف عن اللي انت تقفل بلوتوث في الجهاز الاولاني فالماوس اوتوماتيكلي يعمل كونكت للجهاز التاني. لا ده مختلف، ده الماوس ده فيه ميموري داخليه تقريبا 140 كيلو بايت او 200 كيلو بايت مش فاكر بالظبط الرقم، ولكن ممكن تدوس على الزرار تحت ده فيتنقل ما بين جهاز واحد لجهاز اتنين. انا مسجل جهاز واحد ده هو اللابتوب وجهاز اتنين هو البي سي. لو انا شغال على اللابتوب عادي جدا ممكن اكون شغال وكل حاجه تمام، بعد كده حبيت ان اتنقل البي سي مجرد برفع الماوس استنى ثانيه بعد كده ادوس على الزرار ده دايسه فيحولني لجهاز اتنين واوتوماتيكلي بقى ده ماوس البي سي. وانتوا مش متخيلين قد ايه الموضوع ده مريح عن ان انت يكون عندك اتنين ماوس، او حتى مريح ان انت تقفل بلوتوث كل مره من اللابتوب عشان تكونكت للبي سي وترجع تاني بعديها. وبعض المشاكل ممكن تحصل في النص ان ممكن تعمل فلايت مود فالبلوتوث اصلا ما تعرفش تتحكم في ماوس تاني فالموضوع بيبقى رخم. فدي كانت من اهم الفيتشرز موجوده في اللوجيتك امكس ماستر. وما ان الماوس ده وايرلس فلازم نتكلم عن البطاريه وقد ايه هي بتقعد معاك. البطاريه 500 ملي امبير اور، والرقم 500 ده اللي هو ياخد ايه ده 500 ده يومين 3 ايام اسبوع يا راجل بالكتير ويفصل. والغريب ان الماوس ده انا شريف مايو 7 2017، والنهارده احنا في شهر 3 2018، وشحنت البتاع ده تقريبا 6 او 7 مرات خلال الشهور دي اللي عدت دي كلها. انتوا متخيلين الماوس ده بارتياح جدا ممكن يوصل معاك شهر شهر ونص بطاريه ومش بتحتاج تشحنه. وحتى كمان وقت ما انت بتحتاج تشحنه بحطه في باور بانك وممكن تكمل تستخدم الماوس ده وانت بتشحنه عن طريق مايكرو اس بي طبيعي جدا موجود في كل اجهزه. فعلا لوجيتك امكس ماستر كباكج على بعضيها كده من بطاريه ممتازه للجستشرز اللي بيقدمها للزراير الهوريزونتال سكرول للاندلس سكرول مش عارف ايه كل الحاجات دي على بعضها كده بتقدم باكج انا لا يمكن كنت اتخيل في ماوس حلو موجود كده. سيب لكم ارخص الاسعار لللوجيتك امكس ماستر على سوق.com مصر وعلى امازون امريكا. ولو عجبك الفيديو اتاكد انك تدوس لايك وتعمل شير للفيديو، هنزل الفيديو على الفيسبوك يا جماعه فتاكد انك تعمل شير من الفيسبوك عشان يوصل ناس اكتر ونكبر الصفحه عشان الصفحه صغننه كده فخلينا نكبرها. وبرده تابعنا على الانستجرام بنزل صور هناك من فتره ثانيه فتابعني هناك. بس لو شفت الفيديو اتاكد انك اشترك في القناه اول ما تشوفني، واشوفكم في الفيديو.